لما يكون معانا سلمى الشيمي يبقى خلاص ما فيش كلام يتقال، يتقال كلمه واحده بس. يتقال ايه بقى؟ يتقال ايه؟ ايه ايه سر المحافظه على جمالك؟ ما فيش والله، انا مش بعمل اي حاجه خالص يعني، انا عادي يعني، الموضوع بالنسبه لي عادي، هي بتيجي كده بايلك. وعلى فكره الجمال جمال داخلي والله، مش جمال خارجي يعني، انا بشوف كده دايما يعني. مشهور بنات المنصوره ان هم دايما مختلفين في الجمال، هل حاسه ان انت يعني نشأتك في المنصوره وكده فادتك برضه في ان دي عملت لك سوكسيه حلو او خلى ليك دايما ناس معجبات كتير بيكي ومعجبات ومعجبين؟ ما فيش شك ان بنات المنصوره احلى بنات في الدنيا كلها. انا كان نفسي ازور المنصوره بس للاسف انا عمري ما زرتها، انا اصولي من هناك. وانا برضو هرجع اقول لك ان الجمال جمال جوه مش بره، وهم فعلا حلوين من جوه اكتر يعني. من يوم ما عملت معاك اللقاء اللي فات كل واحد يقول لي سلمى هتعمل عمل ايه، سلمى هتعمل عمل ايه، قول لهم بس حاجه كده. بص، هو انا ما يعني انا ما بحبش اتكلم عن المستقبل، انا بشتغل على نفسي اكتر يعني. انا اللي انا اقدر اقوله دلوقتي ان انا شغاله في ورشتين ان شاء الله اخلصهم وابدا بقى خطوات جاده في الـ يعني التمثيل وكده ان شاء الله اخلصهم. بس الاول غير التمثيل، انت اكيد السؤال اللي بتسالك دايما فتى احلامك. لا والله ما يعني مش بفكر في الموضوع ده نهائي دلوقتي خالص خالص. بتحسي ان انت اتجوزتي يعني اثار المشكله اللي حصلت بتاع الفوتو سيشن بتاع الاهرامات، حاسه ان ده موضوع زي ما بيقولوا كده ماضي خلاص وماضي وراكي؟ ماضي ماضي وانتهى. وانا من قبليها انا كنت سلمى، ومن بعدها كنت سلمى بس فئه كبيره من الناس عرفتني. بس انا يعني كل واحد بيبقى عنده اصرار يبين اللي هو عايز يبينه او يثبت نفسه في حاجه معينه. انا مش جاست السيشن ده، لا انا يعني موديل ليا اسمي من زمان. طيب كموديل بتحاولي تعملي ايه عشان تكوني مختلفه عن المودلز كلهم الموجودين او المنتشرين او المعروفين بالنسبه؟ بحاول ان انا ما اعملش التقليدي، ان انا اشتغل على نفسي اكتر واشتغل على الحاجه اللي لايقه عليا، مش بس ان انا اعمل حاجه جديده، لا اشتغل على حاجه جديده ولايقه عليا. سلمى بتعمل ايه اكيد يعني غير يعني غير الجمال؟ اكيد انت بتعملي مثلا رياضه، بتعملي حاجات معينه تحاولي تحافظي بيها على جمالك، ايه اللي بتعمليه دايما تحافظي بيه على جمالك؟ باكل محشي. رياضه؟ لا والله فين وفين، كل فين عشان ما ابقاش كدابه. انا برضو ساعه ما عملت لقاء ناس تقول لي والنبي اسالها السؤال ده، هل هي فعلا بتعمل رياضه؟ يعني ايه اللي مخليها دايما؟ لا كل فين وفين بس يعني انا يعني لا مش بلعب رياضه بصفه مستمره يعني، كل فين وفين ممكن يوم في الاسبوع مثلا. اخر سؤال تقولي للناس، كل الناس بتحبك بسم الله ما شاء الله، انت بتعملي لايف على الفيسبوك بتلاقي فيه 100,000 واحد بيتابعك، تقولي الناس اللي بيحبوكوا هم بسم الله ما شاء الله كتير، اقول لهم ان انا بحبهم قد يعني قد حبهم ليا ده اضعف والله بجد يعني، وان انا اي خير انا فيه واي حاجه انا بسعى ليها ده عشانهم بس. دايما موفقه ودايما من نجاح لنجاح. ميرسي، شكرا شكرا.